سمان ده 12 قطعة عامل 12 جنيه بدل من 17.75. عليه عرض 12 جنيه 12 قطعة عاملين 12 جنيه بدل من 17.75 جنيه. في عرض أعلى من جبنة الحلوبة مثلثات ده 32 مثلث عاملين كام؟ 55 بدل من 63. في عرض على الكيك من دريم، في كيك جوز الهند 400 جرام عامل 35 بدل من 49. في كيك ميكس شوكولاته 400 جرام عامل 42 بدل من 49. وفي ميكس برتقال 400 جرام عامل برده 42 بدل من 49. وفي ميكس فراوله. في من 5 مينتس بس ده مش عليه عرض، مدروسة بالمكسرات 400 جرام عاملة 34. في بالقشطة نفس السعر، جيب المكسرات وجيب القشطة. في من 5 مينتس كيس بسبوسة بس ده في كيس 350 جرام عامل 18 جنيه، لكن اللي في علبة ده 400 جرام. طيب كويس، بلح الشام 200 جرام عامل كام؟ 19.75. من دريم لقمة القاضي 200 جرام عاملة 18.5. من 5 مينتس تحت مهلبية، مهلبية حليب 90 جرام عاملة 14.25 قرش، ومهلبية الفراولة 90 جرام عاملة برضه 14.95 قرش. وفي من 5 مينتس كوس شوكولاتة 70 جرام عامل 13 جنيه. هنشوف الكاستر، بصوا من دريم ده كاستر 300 جرام عامل 27.5. في من 5 مينتس كاستر في علبة كرتون 100 جرام عامل 11 جنيه ونص. ومن 5 مينتس كاستر بطعم الشوكولاتة 100 جرام عامل 17.5. 100 جرام 5 مينتس ده كاستر برطمان 300 جرام عامل 24. وفي من تاج الملوك كاستر 300 جرام عامل 29. في ده كومبوت ده اناناس 800 جرام عامل 99.75 قرش. ده كومبوت اناناس ده شرايح ده 850 جرام عامل 169. في ده كومبوت كوخ ده 820 جرام، وصافي 460 جرام عامل 109. في فوق من ام اي ار كومبوت كوخ ده عامل كام؟ 820 جرام عامل 169. والاناناس برضو نفس السعر، في منه كوخ واناناس. في من دريم شيف كيك ده 23، الظرف 23 جرام عامل 6 جنيه ونص. تاج الملوك ده محسن كيك، الظرف 18 جرام عامل 2.75 جنيه. في من دريم فانيليا بالبرتقال ده الظرف 5 جرام عامل 3.75 جنيه. بيكنج باودر كيلو، كيلو سمك ملتي كيلو، بيكنج باودر ده الرحاب 16 جرام عامل كام؟ 2 جنيه وربع. ومن كوكس بيكنج باودر 16 جرام عامل 3 جنيه ونص، لكن من الرحاب عامل 2 جنيه وربع. تاج الملوك عامل 3 جنيه وربع 16 جرام برضه. في ده اسمه ايه انجل ده 16 جرام عامل 3 جنيه وربع. نجيب لكم الاول، في الخميره عامله كام؟ الخريف في خميره من دريم
اللي هي الفورية، ده الظرف 11 جرام عامل كام؟ العلبة عاملة 85، والظرف عامل 3 جنيه 75. ومن كوكس الخميرة 10 جرام عاملة 3 جنيه ونص. وفي مستر بيكري، ده خميرة جافة، الظرف 10 جرام عامل 3 جنيه. الرحاب عامل 3 جنيه ونص. بيك باودر كريم ده عامل كام؟ 3 جنيه وربع، 16 جرام. في العلبة دي ده بيكنج باودر، ده العلبة دي 450 جرام عاملة كام؟ 140. نسخة بيكر دي خميرة فورية، ده الظرف 11 جرام عامل 2 ونص، وفي منها علبة 90 جرام عاملة 18 جنيه. ده كسكسي سنبلة الفرات، ده كيلو عامل 106. ودوبيلا ده كيس 800 جرام عامل 95. وده أميجا ده تونسي كيلو عامل 119. ودوبيلا ده علبة كرتون 400 جرام عامل 55، و 800 جرام عامل 102. تعالوا شوفوا لكم الفانيليا العادية عاملة كام، مش باينة معايا هنا. بقى الفانيليا من كوكس، الفانيليا الظرف 1 جرام عامل جنيه، ومن الرحاب عامل 85 قرش، ومن تاج الملوك عامل جنيه، وفي من دريم قلنا ده فانيليا بالبرتقال 5 جرام عاملة 3 جنيه 75. من دريم الفانيليا عادي مش ببرتقال، كيس عامل كام؟ 2 جرام عامل جنيه. في العلبة دي كده اسمها جرينز، ده بيكنج باودر، علبة 100 جرام عاملة 49 جنيه. في بقى من دريم كريم شانتيه، ده عائلي 180 جرام عامل 60 جنيه. وفي كريم شانتيه طعم الكريمة اللباني 45 جرام عامل 19. وفي العادي عامل 16 ونص، ده 45 جرام، والطعم الكريمة عامل 19 جنيه، 45 جرام برضه. في 5 minutes ده كريم شانتيه 170 جرام عامل 33. في 5 minutes كريم شانتي فانيليا ظرف 45 عامل 45 جرام عامل 9 جنيه 75. وفي منه طعم الفراولة 45 جرام عامل 19 جنيه. معلش لو بتلخبط في حاجة عشان بتكلم بسرعة ومطولش عليكم الفيديو. هنا جهينة بيور، ده عصير عامل كام؟ 235 مللي، عامل 12 ونص، بدأ من 14.75 بأنواع كلها. جهينة بيور سيم اللمار، ده مشروب ليمون ونعناع 200 مللي، عامل 7 جنيه بدل من 9 جنيه ونص. وفي منه برتقال، وفي منه أناناس، وكوكتيل، وكوخ، في منه انواع كتير، 7 جنيه بدل من 9 جنيه ونص. في من نمر الحجم اللات عامل 31 ونص بدل من 34 ونص، برضه بانواعه اناناس، جوافة، برتقال، تفاح. المانجا الوحيدة اللي عاملة 32 ونص بدل من 35. يبقى 31 ونص بدل من 34 ونص، ما عدا المانجا 32 ونص بدل من 35. ده شاير عليها عرض برضو، ده كام؟ اللتر عامل 25 بدل من 29، برضو بأنواعه. على أحد مسؤولي قسم المفروشات ده كويس، ده 200 مللي عليه عرض برضو، عامل 5 جنيه وربع بدل من 5 جنيه 75، يعني في نص جنيه بس.
ده شاي الحجم ال 200 مللي عامل برضو عرض، عامل 5 جنيه وربع بدل من 6، 5 جنيه 75. ده انهي عظيم. المراعي برضو عليه عرض، اللتر عامل 36 و45 قرش بدل من 44. في بيتي عليه عرض برضو، عامل كام؟ المانجا عامل 25.5 بدل من 34.5. اي نوع تاني بقى عامل 24.5 بدل من 33.25. من بيتش لخيره اللتر عامل 21.5 بدل من 24.5. انواع كلها برضه 50 جنيه. وبخيره ال 225 مللي عامل 5 جنيه وربع بدل من 6 جنيه. في جهينة كلاسيك مشروب تفاح، ده عامل 9 جنيه بدل من 11 جنيه وربع، 235 مللي. في منه يوسفي وفي منه عمر وكوكتيل برضه نفس السعر. جهينة 27 اللتر بدل من 33. الأنواع كلها ما عدا المانجا عاملة 28 بدل من 34. يبقى الأنواع كلها 27 بدل من 33 ما عدا المانجا 28 من 34. ميكس كراميل 200 مللي عامل 10 جنيه بدل من 12 جنيه 75. في جهينة ده حليب كامل لتر في 6 قطع، الست قطع القطعة لتر عاملين 250 بدل من 287 عليه عرض، يعني كده في 37 جنيه توفير. نيجي هنا على الجهينة الأول، اللتر القطعة الواحدة لتر عامل 42.5 بدل من 49.5، واللتر ونص عامل 60 بدل من 71. ميكس الشوكولاتة برضه عليه عرض 10 جنيه بدل من 12 جنيه 75. وفي منه ميكس فانيليا وفراولة نفس السعر برضه نفس العرض. في برضه العرض اللي هو بتاع الست قطع من جهينة اللي قلنا 250 بدل 297، العرض ده على كامل الدسم ونص دسم وخلي الدسم. برضو هنا برضو العروض برضو على القطعة الواحدة برضو على نفس العرض على الكامل الدسم ونص دسم وخلي دسم، يعني نص دسم برضو 42.5 لتر بدل 49.5، وخلي الدسم نفس برضو السعر والعرض، وعلى النص برضو نفس الايه السعر سواء كان كامل الدسم او نص دسم او خالي الدسم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طب بيتي حليب كامل الدسم 900 مللي عامل 38.5 بدل من 45. اللتر ونص من مراعي عامل 60 بدل 72، ومراعي اللتر عامل 44 بدل من 49. مراعي ده اللي بالشوكولاته 200 مللي عامل 10 جنيه 75 بدل من 13 25. لامار اللتر عامل 42.5 بدل من 51. في برضه كامل الدسم ونص دسم وخلي الدسم. في تحت جوي ده حليب كامل الدسم ب 425 مللي، مش اتفضل ده عامل كام؟ 12.5 بدل من 13.5، يعني في جنيه. معلش كنا بنعدي بس الناس. في هنا لبنيتا عليها عرض برضو، اللتر عامل 37.5 بدل من 47. في برضه منه خالي الدسم وكامل الدسم برضه نفس السعر. في عبون لاند اللتر عامل 39 بدل من 44. في لامار حليب محلي موز
200 ملي عامل 11 ونص 11، وفي محلي بالكوكيز والكريمه برضو 11 ونص بدلا من 13، وفي بالشوكولاته نفس السعر، وفي فراوله. في عرض بقى على بشاير، اللتر عامل 37 بدل من 55، في بقى صور وعروض اللبن.